إذا لمتابعة تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في غزة ومنع المساعدات للأونروا في وقت تجتمع فيه مخابرات بعض الدول لترتيب صفقة لتبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث الفلسطيني سليم سليم، وعبر سكايب من بيروت رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية هشام يعقوب. مرحبا بضيفينا. أبدأ معكم أستاذ سليم، مجازر جديدة لقوات الاحتلال في اليوم 14 بعد 100 على قطاع غزة، ولكن لماذا هذا الإصرار من قبل الاحتلال بأنه دائما يستهدف المدنيين رغم حكم محكمة العدل الدولية الذي اتفق الجميع على أنه ملزم بجانب لطرف إسرائيل؟ نعم، توصل الإسرائيلي لليوم 114 على التوالي، وهذا الحرب حرب الإبادة تمر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. نعم. في مخالفة لكافة الشرائع الدينية والسماوية وكذلك الدولية. نعم. كما نتحدث عن تواصل هذه الإبادة وعن العشرات من الآلاف من الضحايا من الشهداء الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية الفلسطينية، نتحدث عن 80% من المباني السكنية تم تدميرها في قطاع غزة، نتحدث عن تدمير للحياة في قطاع غزة. إذن الاحتلال يسعى لتدمير الحياة، هدفه أكبر من مجرد القضاء على حركة حماس، بل الهدف هو تصفية الشعب الفلسطيني وتهجير الشعب الفلسطيني. اليوم حينما تقوم الأونروا بتعليق عملها في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية، مع العلم بأن قطاع غزة 1.8 مليون منهم هم لاجئون من خارج قطاع غزة، لجأوا إليه في العام 1948. اليوم الأونروا اللي كانت في 48 هي اللي أنشئت وقامت بمساعدة اللاجئين بين قوسين، تقوم بتعليق عملها داخل قطاع غزة. لماذا؟ لأن هناك مؤامرة على اللاجئين، هناك مؤامرة على الفلسطينيين في غزة لكي يتم ترحيلهم، ربما في وقت آخر ستعمل هذه المنظمة من أماكن خارج قطاع غزة وتقول للفلسطينيين داخل قطاع غزة عليكم أن تنتقلوا إلى خارج قطاع غزة لكي يعني تحصلوا على الماء والغذاء والدواء. هذا ابتزاز واضح بالنسبة لأبناء شعبنا الفلسطيني لتصفية القضية الفلسطينية. أستاذ هشام، في ضوء ما تفضل به الأستاذ سليم، ولكن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي يقول أن عدد المدنيين الأبرياء الذين قتلوا في غزة هو صفر، يعني ينفي الأبرياء الذين سقطوا من أطفال ورجال ونساء وشيوخ، ويقول أن عدد الأبرياء الذين قتلوا هو صفر. هذا التصريح يناقض ما تؤكده منظمات دولية بشأن وجود إبادة جماعية في القطاع، كيف ترد على ذلك؟ أعتقد أن هذا التصريح يتناقض مع التصريحات الأمريكية كذلك الأمر، يعني هناك تناقض في الخطاب الأمريكي نفسه، لأن هناك تصريحات أمريكية دائمة ومن رأس الهرم من الرئيس بايدن ومن وزير الخارجية وغير ذلك من المسؤولين في الإدارة الأمريكية يقولون دائما نحن لا نريد أن نرى سقوط مدنيين في قطاع غزة، وهذا يعني عمليا الاعتراف الواضح بأن هناك مدنيين يسقطون ضحايا جراء الجرائم والمذابح والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. هناك تناقض حقيقي. اليوم أمريكا يجب عليها أن تجيب على سؤال الأخلاق أولا، وسؤال مصلحة أمريكا كذلك الأمر. هل أمريكا تريد أن تعطي هذا الغطاء للاحتلال الإسرائيلي إلى ما لا نهاية، أم أنها ستوظف كل إمكانياتها للجم هذا الكيان الغاصب الذي تشكل جرائمه وصمة عار على الإنسانية كلها، وأمريكا شريكة في هذه الجرائم لأنها ما زالت توفر الغطاء للاحتلال الإسرائيلي. هذا التذبذب
في المواقف الأمريكية، مرة يريدون أن لا تكون هناك ضحايا من الأبرياء، ومرة يعطون الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي، مرة يقدمون الأسلحة الفتاكة للاحتلال الإسرائيلي، واليوم هناك حديث عن يعني محاولة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي في موضوع تقديم السلاح والدعم بالسلاح. طيب. هذا التذبذب لم يعد ينفع. الموقف الأمريكي اليوم بات مكشوفا لكل العالم، أمريكا شريكة في هذه الجريمة بحق الشعب الفلسطيني. طيب. أستاذ سليم، المقاومة الفلسطينية من جانبها تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال على محاور عدة، طبعا استهدفت فيها عددا من الآليات وعددا كبيرا من ضباط وجنود الاحتلال. بقاء المقاومة بهذه القوة بعد 14 يوما بعد 100، ما أثر ذلك على الشارع في الكيان المحتل أستاذ سليم؟ بالتأكيد له تأثير كبير. المقاومة الفلسطينية صمدت، وهذا يعني فشل نتنياهو في تحقيق أهدافه المتمثلة بالقضاء على حركة حماس وتحرير الأسرى الموجودين لدى كتائب القسام. هناك بالعكس تظاهرات ضد نتنياهو نتيجة فشله في هذه الحرب. هناك أيضا كان توقيع من قبل مسؤولين الصهاينة بالموافقة على عزل نتنياهو. إذن المقاومة الفلسطينية هي التي تفشل المخططات الصهيونية التي تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي تثبت أيضا داخل الكيان الإسرائيلي فشل مخططات نتنياهو تحديدا في هذه الحرب. ومن قبل ذلك كشفت أيضا الضعف ووهن نتنياهو ودولة الاحتلال في 7 أكتوبر وما قامت به نتيجة هذه العملية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية وأسر عدد كبير من جنود الاحتلال. هذا يدل على أن دولة الاحتلال دولة ضعيفة من الناحية الأمنية. كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وجهت لها ضربة قوية جدا، أيضا أزعت الثقة بالنسبة للمواطن الإسرائيلي في هذه الدولة، وبأن الجيش والحكومة تستطيع أن تحمي المواطن الإسرائيلي. وإلى الآن هناك طبعا عدم ثقة بهذا الأمر، ويعتقدون ربما بأن نتنياهو هو الفشل، ولكن ربما سيصلون في النهاية لأن الاحتلال بشكل كامل كمنظومة هو الفشل، وبأن الشعب الفلسطيني كشعب يرفض أن يتنازل عن أرضه بمقاومته بصموده على أرضه، وبأنه لا يضيع حق وراءه مطالب بذلك. الشعب الفلسطيني سيبقى حتى النفس الأخير، حتى زوال الاحتلال بشكل كامل عن الأراضي الفلسطينية. إذن أستاذ سليم، قبل أن تغادرنا، جيش الاحتلال يعاني من ضعف ووهن، تشارك في هذا الرأي صحيفة وول ستريت جورنال، حيث أكدت أن 80% من أنفاق حماس لا تزال سليمة. إذن نتنياهو هو مصر على تدمير البنية التحتية للمقاومة. كم يمكن أن يأخذ من الوقت للوصول إلى هدفه؟ أقصد هنا بنيامين نتنياهو. شوف، يعني ما ورد في التقرير بأن 80% من أنفاق حركة حماس لا تزال سليمة. يعني في مقارنة بسيطة، 80% من الوحدات السكانية الموجودة على أرض قطاع غزة تم تدميرها. هذه الوحدات السكانية طبعا هي وحدات مدنية. إذن هم نجحوا بالفعل في يعني حربهم ضد المدنيين الفلسطينيين. دمروا 80% من الوحدات السكانية للمدنيين الفلسطينيين، لكن حينما نقارن ذلك مع المقاومة الفلسطينية، 80% من أنفاق المقاومة الفلسطينية من أنفاق حماس لا تزال سليمة، لا تزال تعمل. إذا الاحتلال يوغل في دماء المدنيين الفلسطينيين، يوغل
في دماء الأبرياء، يقتل الأطفال، يقتل النساء، يدمر البنية التحتية الفلسطينية، يفشل أمام المقاومة الفلسطينية، أمام كتائب عز الدين القسام، لا يستطيع الوصول إلى أنفاق المقاومة التي أبدعت المقاومة في بنائها وفي أيضا تحصينها من أي تدمير إسرائيلي، رغم أن إسرائيل اجتاحت قطاع غزة بالكامل، لكنها طبعا فشلت حتى في السيطرة، فشلت في تحرير أسير إسرائيلي واحد من غير شروط المقاومة الفلسطينية. هذا يثبت بأن الكفة الآن لا تزال ترجح لصالح المقاومة الفلسطينية، إذا كان 80% من حماس لا زالت تعمل وهي سليمة بحسب شهادة صحيفة أمريكية، فكم من الوقت يحتاج نتنياهو للقضاء على هذه الأنفاق وللقضاء على حركة حماس؟ هذا الأمر أعتقد بأنه أقرب للخيال من الحقيقة الذي يتحدث عنه نتنياهو بأنه سيقضي على حركة حماس. وحتى يعني هناك ناس داخل الكيان والمسؤولين في البيت الأبيض أدركوا بأن مسألة القضاء على حركة حماس يكاد يكون أمر مستحيل، لأن حركة حماس ليس فقط أيضا جنود أو قادة يمكن اغتيالهم أو قتلهم، بل حركة حماس هي فكرة، وإذا ما تم وافترضنا جدلا بأن تم القضاء على حركة حماس أو على قدرات لحركة حماس تثنيها عن السلطة أو عن المقاومة، سيكون هناك في الشعب الفلسطيني من هو أقوى من حماس ومن سيواصل نهج حماس. المشكلة هي في الاحتلال، على الاحتلال أن يزول، على العالم أن يدرك بأن الفلسطينيين لهم حق، لا بد أن يتم إعطاء الفلسطينيين هذا الحق، وبالتالي لا يكون هناك أي إشكالية ولا يكون هناك يعني حتى حاجة للمقاومة، لأن المقاومة مرهونة بوجود الاحتلال. طالما هناك احتلال هناك مقاومة. طيب أستاذ سلم، طالما احتلال زال إذن لا حاجة بالنسبة للشعب الفلسطيني للمقاومة. شكرا أستاذ سليم. نبقى مع الأستاذ هشام يعقوب. أستاذ هشام، فيما يخص وكالة الأونروا، يعني يشكل تعليق الولايات المتحدة وعدة دول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للأونروا يشكل تواطؤا، ولكن كيف تابعتم هذه المفارقة تزامنا مع قرار محكمة العدل الدولية؟ نعم، قرار عدد من الدول وقف دعم الأونروا مؤقتا أعتقد إضافة إلى كونه قرارا تعسفيا ومشاركة للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وغطاء لهذا الاحتلال ليستمر في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، لكنني أقرأ من زاوية أخرى أنه يعكس ضعف الاحتلال الإسرائيلي وفشل الاحتلال الإسرائيلي والحاجة الاستعمارية الدولية لتقديم المزيد من الدعم للاحتلال الإسرائيلي. هذا الاحتلال الآن لم يستطع أن يحسم المعركة على الرغم من مرور أكثر من 114 يوما، لم يستطع أن يحسم المعركة. الدعم الذي تم خلال الأشهر الماضية من دول معروفة في مقدمتها أمريكا وبريطانيا وألمانيا، الدعم بالسلاح والقذائف والدعم السياسي المفتوح للاحتلال الإسرائيلي لم يفلح في كسر شوكة المقاومة الفلسطينية وإخضاع الشعب الفلسطيني. جاءت هذه الخطوة من هذه الدول لتدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على الشعب الفلسطيني وتحاول أن تضعف من حاضنة المقاومة الفلسطينية في محاولة للضغط على هذه الحاضنة للخروج ضد المقاومة. هذه الخطوة المستهدف منها بصورة أساسية حاضنة المقاومة، الشعب الفلسطيني. المقاومة الفلسطينية ليست معنية بهذا القرار لأنه لا يمسها لا من قريب ولا من بعيد، لكن الحاضنة الفلسطينية هي التي ستتأثر بهذا القرار، والهدف من ذلك تأليب هذه الحاضنة على المقاومة الفلسطينية. أعتقد هذا مؤشر لضعف وعجز
الاحتلال الإسرائيلي والحاجة إلى مزيد من الدعم لهذا الاحتلال ليتمكن من حسم المعركة. وفي زاوية أخرى، هذا القرار أو هذه القرارات بالجملة جاءت للتغطية على قرار محكمة العدل الدولية، وربما لتشويش المشهد أمام مسار العدالة الذي يجب أن يستمر وصولا إلى محاكمة الاحتلال الإسرائيلي. أستاذ هشام، مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة هاجم الأمين العام للمنظمة بعد أن وجه انتقادات للدول التي علقت تمويلها لوكالة الأونروا. هذه عقوبة للأونروا أم للشعب الفلسطيني؟ الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات ليست قليلة يحاول أن يعني يستثمر في جهود إلغاء الأونروا. نعم. في منذ سنوات قليلة هناك خطة أعدت من وزارة الخارجية الإسرائيلية، كشف النقاب عنها، وهذه الخطة تقضي بتحويل الأونروا إلى هيئة خدماتية للشعب الفلسطيني، إلغاء الصفة السياسية عن هذه الهيئة. فلنتذكر أن الأونروا ليست هيئة خدماتية إغاثية للشعب الفلسطيني، إنما هي هيئة سياسية نص ميثاقها على ضمان حق العودة للشعب الفلسطيني، وهذه هي المسألة المهمة. لذلك الأونروا مستهدفة. الأونروا ليست منظمة إغاثية أو اجتماعية أو تنموية عادية، إنما منظمة قامت لتحقيق هدف ثبتته الأمم المتحدة في القرار 194، وهو ضمان عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ولذلك هذه الحملة الشرسة على الأونروا. الآن مع الأسف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول كثيرة تقف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لإلغاء هذه المنظمة السياسية المهمة لشطب حق العودة ولي يعني حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه السياسية، وفي مقدمتها العودة إلى دياره. هل هذه الدول التي تحركت باتجاه القرار ربما تمارس نوعا من الضغط على المقاومة الفلسطينية أستاذ هشام؟ نعم، هو الضغط على المقاومة الفلسطينية، لكن من خلال الضغط على الحاضنة الشعبية. نعم. لأنه كما ذكرت الذي يستفيد من تقديمات الأونروا وخدمات الأونروا المختلفة الصحية والتعليمية والإغاثية هي الحاضنة الشعبية، الشعب الفلسطيني بشكل عام. فلنتذكر أن أكثر من 60% من الفلسطينيين في قطاع غزة هم من اللاجئين. ثم إن هذا القرار لا يطال أهلنا في قطاع غزة فقط، إنما هو يشمل كل الفلسطينيين اللاجئين خارج فلسطين، وعددهم 6 مليون فلسطيني، يعني نصف الشعب الفلسطيني هو لاجئ. هذا القرار جريمة بحق نصف الشعب الفلسطيني، 6 مليون فلسطيني لاجئ. ولذلك نعم، هو ضغط على الشعب الفلسطيني، بل هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. فلنتذكر كذلك الأمر أن هذا القرار يأتي في سياق مدارسة بين عدد من الدول لتقديم طرح سياسي معين، وأعتقد أن ما يتداول يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وعنوان اللاجئين والأونروا بشكل خاص هو عنوان أساسي من عناوين القضية الفلسطينية، ولذلك يجب أن يصف هذا العنوان. هل يمكن ربط هذه العقوبات، إن صح التعبير، يمكن أن نربطها مع محاولات حل الأزمة وبالتالي تمرير صفقة تبادل الأسرى أستاذ هشام؟ هل هذا وارد؟ قد نقرأ في هذه الإجراءات من زاوية أخرى محاولة للضغط على المقاومة يعني الاستجابة للشروط الإسرائيلية والشروط الأمريكية. ربما يكون هذا الأمر يمكن أن يقرأ من هذا القبيل، بمعنى أنه إذا كان هناك اتفاق قادم فيشمل هذا الاتفاق عودة المساعدات لوكالة الأونروا، ويظهر ذلك وكأنه يعني أو كأنهم قدموا مكسبا للمقاومة الفلسطينية. نعم، قد نقرأ ذلك من هذه الزاوية، لكن في الحقيقة استهداف الأونروا ليس أمرا طارئا، إنما هو يأتي في سياق مستمر منذ عدة سنوات. نحن الآن أمام محطة خطيرة، لأن هذه أول مرة هذا العدد الكبير من الدول يتواطأ على تجفيف دعم وكالة الأونروا. لذلك المسألة نعم فيها ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومحاولة لإخضاع المقاومة الفلسطينية للشروط الإسرائيلية، لكن أعتقد المسألة أكبر من ذلك. المسألة تأتي في سياق أكبر
هو إلغاء الأونروا وتحويل ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى ما يسمى الهيئة العليا للاجئين في العالم. والفرق بينهما أن الهيئة العليا للاجئين معنية بشؤون اللاجئين عموما بغض النظر عن القضية السياسية التي يعني ينتمون إليها. مثلا هناك لاجئون بسبب الفيضانات، هناك لاجئون بسبب الكوارث الطبيعية، هذا يختلف عن اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون صفة سياسية ومشكلة سياسية، واللجوء الفلسطيني كان بسبب جرائم ومجازر إسرائيلية ارتكبت عام 1948. إذن هذه المسألة محاولة إفراغ منظمة الأونروا من الصبغة السياسية والهدف السياسي وهو إعادة الشعب الفلسطيني إلى أرضه. كان معنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني سليم سليم، وعبر سكايب من بيروت رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية هشام يعقوب. شكرا جزيلا.